طبعا هذه الخطوة خطوة كبيرة جدا لطيران الجزيرة، وتعطينا يعني نقلة للأمام للمرحلة القادمة بإذن الله لتقديم خدمات جديدة متنوعة مختلفة تماما عما سبق لجمهور المسافرين والركاب. من ناحية طيران الجزيرة راح يسهل هذه الخدمة للركاب، راح تكون عملية الوصول إلى المطار والانتقال للطائرة لمسافة لا تزيد عن 90 متر، يعني الركاب لا يحتاجون يكونون بالمطار أكثر من نص ساعة قبل الرحلة في مطار متكامل جديد من تصميم شركة ألمانية متخصصة في هذا المجال. ومن ناحية أخرى طبعا هذا راح يخفف العبء الكبير الواقع على مطار الكويت الدولي الحالي، ومع العلم أن هناك خطط طموحة لبناء مطار جديد لدولة الكويت، لكن هذا راح يستغرق سنوات طويلة. فهذه الآن خطوة طيران الجزيرة لسد العجز في المرحلة القريبة القادمة إن شاء الله. نعم، وتفاعلا مع الأحداث الأخيرة، ما هي طبيعة المساعدة والدعم الذي قدمتموه خلال عملية إجراء الكويتيين والمقيمين في تركيا خلال الأيام الماضية نظرا للأوضاع المتوترة هناك؟ طيران الجزيرة جرت العادة دائما منذ انطلاقها منذ نشأتها على التعاون المباشر مع حكومة دولة الكويت في تقديم دائما اليد المساندة والعون في الحالات الإنسانية والحالات الطارئة، كما حصل سابقا في عدة دول، وأخيرا طبعا في ما حصل من الأسبوع الماضي في تركيا وبالذات في مدينة اسطنبول. وطبعا برامج طيران الجزيرة موجودة مع التعاون مع وزارة الخارجية بدولة الكويت والتنسيق الكامل معهم، وتم تخصيص عدد من المقاعد